السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم وتجاوز عنا وعنكم وغفر لنا ولكم فهو غفور رحيم. مازلنا مواصلين معكم قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه، الجزء الثاني والأخير منها، واللي كما قلنا ينفق كل ما يملك في سبيل الله. عثمان بن عفان كان كل جمعة يعتق رقبة، كل جمعة يبحث على عبد ويشتريه ويعتق في سبيل الله، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، قال أبشرك بالشهادة على بلوى تصيبك. أنت يا عثمان شهادتك مش باش تكون عادية، باش تتقتل بلوى بمصيبة تصيبك. يوم من الأيام كان الرسول جالس ودخل عليه أبو بكر، والنبي كان جالس ورفع ثيابه وشيء من فخذه ظاهر، فقالوا له يستأذن أبو بكر، فقال أدخلوه. ادخل أبو بكر والرسول على هيئته. قالوا يستأذن عمر يا رسول الله، قال أذنت له، فدخل عمر والرسول على حاله. ثم استأذن الثالث، قال من؟ قالوا عثمان يا رسول الله، قال أدخلوه، وأنزل النبي ثوبه. وأبو بكر استغرب، علاش أنا دخلت وعمر ادخل وانت ما هبطتش ثوبك؟ لكن مع دخول عثمان هبطته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان بن عفان كانت تستحي منه الملائكة. كان عثمان يقوم الليل بالقرآن كله، معروف أطول قيام قيام عثمان بالقرآن، حتى أنزل الله فيه آية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، رجل وراء رجل تقي إذا جلس عند القبور بكى، يقولون له يا عثمان تذكر لك الجنة والنار فلا تبكي، لكن عند القبر تبكي؟ فقال هذا أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. إذا خفف عن العبد كان ما بعده أخف، وإذ شدد كان ما بعده أشد. هنا البشارة، إما الجنة أو النار. ولهذا كان كلما ذكر له الموت بكي رضي الله عنه. عثمان هو الذي جمع الناس على مصحف واحد حتى لا يختلفوا ولا يتفرقوا أبدا. قبل وفاته وكان وقتها أمير المؤمنين، جمعوا الثوار وأهل النفاق يريدون قتله، وبدأ المرض يدب ودخل المدينة من ليس من أهلها. اتسعت رقعة الإسلام فدخل فيه ضعاف النفوس الذين أرادوا قتل عثمان بن عفان، فتجمعوا عليه في المدينة وحاصروه 40 يوما. يأتيه الصحابة وكانوا أكثر من 750 واحد، قالوا يا أمير المؤمنين نقاتلهم دونك. قال لا والله لا تقاتلونهم، ما نريد الفتن، خليهم يعملوا اللي يحب. قال ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال أمركم أن يلزم كل منكم بيته. وجاءه علي بن أبي طالب ومعه الحسن والحسين وقد جهزوا سيوفهم. قالوا يا أمير سوف نقاتلهم دونك. قال لا يا علي، فليلزم كل منكم بيته. وجلس هو في بيته يقرأ القرآن. في الليلة الأخيرة رأى في المنام رؤية عجيبة، شاف النبي أبو بكر وعمر يأكلون، فأراد أن يأكل معهم. قالوا لا لن تأكل معنا اليوم، ثم غدا فستفطر عندنا. علم عثمان أنها البشارة، ينتظر عثمان الشهادة اللي وعد بها النبي. الآن حان يومه، صام في ذلك اليوم وجلس يقرأ القرآن، وزوجته كانت معاه هو وزوجته فقط في البيت، فاقتحموا عليه البيت فإذ بامرأته تقوم فلطمها أحدهم فسقطت. فقال عثمان ويحك، قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار. فيقول الرجل أخذتني رجفة فرعت وهربت. الرجل هذا شافوه في الشام في آخر عمره، شاف واحد من التابعين يديه مقصوصة ورجليه مقصوصة ملقى على الأرض، فسأله مالك؟ فقال
قال أصابتني دعوة عثمان. دخل الثوار وإذا بأحدهم يمسك عثمان من لحيته ويرفع الخنجر ويطعنه 9 مرات، والدم يسيل على كتاب الله وعلى قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الرجل وهو يطعنه: إما 3 لله وإما 6 فلشيء في صدري. طبعا هو كاذب لأنها كلها لغير الله. قتل عثمان، فبكى الصحابة، قتل قائم الليل، قتل جامع القرآن، قتل المنفق بماله، قتل ذي النورين، قتل الحي الذي تستحي منه الملائكة، ولكن لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.